عقد مجلس النواب جلسة رسمية اليوم في مقره الدستوري بمدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني حميد حومة وعدد من النواب. وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة افتتاحية له: إن أي قرارات تتخذ من خارج بنغازي تعتبر إهانة للمجلس، وأن قرارات مجلسي لا يمكن أن تصدر إلا من مدينة بنغازي، في إشارة له إلى تلك الاجتماعات غير الشرعية وغير الدستورية التي تعقد في غدامس أو غيرها من المدن الأخرى داخل أو خارج ليبيا. اليوم عقد مجلس النواب جلسة رسمية بمقره الدستوري بمدينة بنغازي برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور حميد حومة. اليوم الجلسة تضمنت الكثير من المباحثات والمناقشات والمداولة، حيث افتتحت الجلسة بكلمة لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تطرق فيها إلى مجمل الأوضاع في البلاد وفي مجلس النواب منذ انطلاق أعماله إلى يومنا هذا. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة تعرضت اليوم إلى عدة أمور مهمة كمناقشة آخر التطورات الراهنة للأوضاع في البلاد والحوارات القائمة بشأن التوصل إلى حل الأزمة الليبية، منوها أنه تم حضور وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف. وأكد هذا الأخير أن مدينة بنغازي جاهزة لاستقبال أي جلسة أو جلسات أخرى للمجلس أو غيرها من المحافل. المستشار إبراهيم بوشناف والذي قدم إحاطة لمجلس النواب حول الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي وعن الوضع الأمني بشكل عام خلال الفترة الماضية أو خلال هذه الأيام، والذي أكد بأن مدينة بنغازي آمنة وعلى استعداد لاحتضان أي جلسات لمجلس النواب في أي وقت مثل ما يعني حصل في اليوم، واستوفى إحاطة كاملة للمجلس حول الوضع الأمني في مدينة بنغازي. وأضاف بليحق أن النواب اليوم شكلوا لجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، وهي المنظمة للعمل الداخلي، علاوة عن مناقشة عقد جلسة أخرى في مدينة سرت بعد مخاطبة اللجنة العسكرية 5+5 للتنسيق في عقد هذه الجلسة. علي الفايدي، ليبيا الحدث.